الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تهللت وجوه الصائمين فرحا بهذا اليوم المنير. الله أكبر ما خرجوا لصلاة العيد رافعين أصواتهم بالتحميد والتهليل والتكبير. الله أكبر ما أسرعوا إلى طاعة الله وأخرجوا من فضل أموالهم فطرة على اليتيم والمسكين والفقير. الله أكبر ما هبت نسمات القبول على الصائمين القائمين. الله أكبر ما تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى ونبذوا أفعال العصاة المفسدين. الله أكبر ما تصافح المسلمون وتصالحوا على فعل الخير وتركوا خصال المعاندين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الأبدي سبحان الأبدي الأبد سبحان الفرد الصمد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله المتجلي برحمته على عباده. ونشهد أن لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويعطي كل سائل ما سأل. ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله رغب صلى الله عليه وسلم في الطاعة وحذر صلى الله عليه وسلم من الكسل. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاؤها، وعلى آله وعلى أصحابه المخلصين لله في الصيام والقيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم أما بعد، فيا أيها الصائمون ويا أيها القائمون، هنيئا لنا ولكم بهذا اليوم السعيد إن يومكم هذا اليوم السعيد يوم سرور لمن صحت نيته وقبل في شهر رمضان صيامه وقيامه. يوم فرح هذا اليوم أيها الأحباب الكرام، يوم فرح خص أي واحد منا يفرح هذا اليوم المبارك، يفرح من قلبه ويتسامح أيها الأحباب الكرام مع الأهل تاعه ومع الأصدقاء. هذا يوم فرح، هذا يوم عيد أيها الأحباب الكرام، يوم فرح وتهاني لمن طابت سريرته. خاصة الإنسان يتسامح مع الصاحب تاعه ولا مع الأهل تاعه بواحد السريرة، واحد النية خالصة ما فيها لا نفاق. هذا يوم عظيم أيها الأحباب الكرام، هذا هو اليوم تاع جبر الخواطر، تجبروا الخواطر نتاع الأهل نتاع الأصحاب هذا اليوم المبارك. هذا اليوم أيها الأحباب الكرام يوم فرح وتهاني لمن طابت سريرته وحسن مع الناس خلقه وكلامه. يوم عفو، النهار هو يوم العفو، تعفو على اللي يظلمك واللي ما ظلمش، تعفو على الجميع. يوم عفو وإحسان لمن عفا عن من هفا وأحسن على من أساء وأصلح بين العنان الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. أيها الأحباب الكرام، وهنئكم بهذا العيد المبارك، عيد الفطر السعيد. أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالسعادة والمغفرة والهناء. وأهنئكم بالانتصار العظيم، هذا انتصار عظيم أيها الأحباب الكرام. استكملنا رمضان انتصار عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بالانتصار العظيم الذي حققتموه في شهر رمضان المبارك، فخرجتم من صومكم منتصرين على النفس، على النفس والسيطرة، وهي أكبر معركة يخوضها الإنسان المؤمن المسلم في حياته، اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، بالرسول الأمين، حيث قال لأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجعوا من إحدى الغزوات، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث عرف جاءوا الأصحاب تاعهم من إحدى الغزوات، أش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر عندنا هو جهاد النفس والشيطان، هذا هو الجهاد الأكبر عند أي مسلم أيها الأحباب الكرام. فهنيئا لمن اتخذ رمضان عبرة وإسوة لباقي شهور العام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم العباد لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. يكون تنعرف احنا القيمة نتاع رمضان، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: لتمنينا أن السنة كلها تكون رمضان. لأن هذا رمضان أيها الأحباب الكرام هو اللي تيغفر الله فيه الذنوب والمعاصي تاع أي واحد. فهذه أننا جميعا أيها الأحباب الكرام، فاللهم أدم علينا نعمة الطاعة ونعمة الهداية حتى نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله الذي وفقنا. الحمد لله الذي وفقنا للصيام فصمنا. أتوفق على الله تعالى. وفقنا سبحانه وتعالى للصيام فصمنا. وأعاننا على القيام فقمنا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي كان صلى الله عليه وسلم ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، وخاطبه ربه العظيم بقوله الكريم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الذين كانوا ينتقلون من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر، ففازوا رضوان الله عليهم بسعادة الدنيا والجنة في الآخرة، فرضي الله عنهم وأجمعين. ثم أما بعد، أيها المحتفلون، أيها الفرحون بهذا اليوم المبارك، أيها المحتفلون، أيها المسرورون، روى الطبراني عن سعد بن عوف الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة. شوف الفضل نتاع هذا النهار، هذا حديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق، يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق، فنادوا
اخذوا يا معشر المسلمين الى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل. لقد امرتم بقيام الليل فقمتم، وعمرتم بصيام النهار فصمتم، واطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فاذا صلوا نادى مناد على ربكم، على ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين الى رحالكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. شوف ايها الاحباب الكرام، هذا راه دين عظيم عندنا. اشكال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف هذا راه يوم العيد، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، من صام رمضان ثم اتبعه، اتبعه ستا من شوال. اللي صام رمضان وشكر الله تعالى واتبعه ستا من شوال، من عاد الشهر المبارك، ستا من شوال ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. اللي يشكر الله تعالى يا احباب الكرام. ودابا العلماء الحديثين كيقولوا في هذا الوقت ان الانسان هذا الصوم راه صالح للصحه تاع اي واحد فينا، اللي مريض ولا صالح له، ولكن حتى ل 35 نهار، صوم 35 نهار، وهذا ما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. راه حنا صمنا دابا مثلا 30 يوم وزيدها 600 شوال حتى الدوره تاع الدمويه، وتصلوا العلماء انه اللي صام 35 نهار الله تعالى اي مرض عنده تيشفي الله تعالى. وهذه من المعجزات تاع الله تعالى. من صام رمضان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا الناس اللي مازال في اللي بغاو الرحمن تاع الله تعالى، راه ما تنتهاش رمضان هذا اليوم المبارك. راه سيدنا كاين اللي وفق الله تعالى من غدا تيعاود يبدا تيستمر. اتبعه لمتابعه يقول العلماء ان اللي بغيصومها اللي بغيصومها منفرده ولا مقطعه لا اشكال، ولكن في الحديث اتبعه ستا من شوال. المتابعه هي نهار تختار في هذا اليوم المبارك وغدا تستمر صوم 6 ايام ما احلاها عند الله سبحانه وتعالى. وعند اي واحد اللي مريض واللي تعاني في مرض انك حتى تزيد هاد 6 ايام الله تعالى تيشافي. وهذا ما توصل اليه العلم الحديث، هذا من المعجزات تاع الله تعالى. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حد يصام الدهر كله، حد يصام العام كله الى زدت هاد 6 ايام اللي وفق الله تعالى، هادشي التوفيق تاع الله سبحانه وتعالى. فسبحان ايها الاحباب الكرام، فسبحان الذي سمى العبد بالسرور والزم العباد لشكره وكمله بضيافه المؤمنين وحرم صومه. هذا النهار حرام على اي مسلم، هذا النهار المبارك يصوم يوم العيد حرام، وخطر القيد لا حرام على اي واحد. حللنا الله تعالى في هذا النهار ما يمكنش واحد يصوم في يوم العيد، حرمه الصبر واوجب فطره واوسع فيه موائد الرضوان. الانسان يتوسع يقول ويصبر بالنعم تاع الله تعالى في هذا النهار المبارك. على من صلح بالاسلام صدره وضعف فيه مواهب الانعام عن العالمين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ايها الاحباب الاعزاء، لا تقول الان ذهب رمضان. شي واحد يقول لك بعض الناس اللي كيقول صافي تهنينا، وهذا بعد رمضان راه ورد دراسه، راه اللي ما تدربش هذا رمضان ما عمره يتدرب على العباده. لا تقول ذهب رمضان وتستهل شوال بالفسوق او العصيان. راه كاين كاع اللي كيكون سباب في رمضان تيقلل من التدخين ويقلل، ولكن هاتي خذ رمضان كاين بعض الناس اللي تيحل حتى الصرا بعد ذاك النهار.
السلام كيعلنون تيكون صعب يا سيدي تتبقى بعيني ورمضان ما تنصربوش هذي صافي كيديروا يجيبوا الفتوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أيها الأحباب الكرام وتستعين الثوار بالفسوق والعصيان فإن الله تعالى يرضى عمن أطاعه في الميثاق. ما نعظموش رمضان نقول رمضان، لا الله سبحانه وتعالى لأن بدل تعمل مستمرة العام كله. ماشي في رمضان احنا نقوم الليل ونصلي وكذا، حتى في رمضان ما عندنا ورانا فقط تاع الصلاة في الدعاء في قراءة القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الله تعالى يرضى عمن أطاعه في الميثاق كان ويقدم سبحانه وتعالى على من عصاه في كل وقت وأوان. أيها الأحباب الكرام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوبح رمضان بقوله أو يودع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يودع رمضان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما يودع رمضان يقول اللهم لا تجعله، هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم آخر شهر رمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا، اللهم لا تجعل هذا رمضان آخر رمضان بالنسبة لنا، وإن شاء الله نزيد العيش ونستعصي الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا. من صيامنا إياه، فإن جعلته لا حول لنا ولا قوة إلا جعل الله تعالى آخر، فإن جعلته فاجعلني مرحوما. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. الحمد لله على التمام، والحمد لله على البلاء، الحمد لله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام السهر ايمانا واحتسابا وادرك ليله القدر وفاز بالعصر. هذا دعاء عظيم، هذا الدعاء يا احباب الكرام. ان الرسول صلى الله عليه وسلم احنا انطبعنا ايها الاحباب الكرام صمنا هذا السهر بالتمام والكمال، صمنا انطبع الله تعالى الله يقبل منا جميعا اين وعلى ما يشاء القدير. اللهم تقبله منا برحمتك يا ارحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا سالما من الخطأ معصوما، عافية من كل الامراض والاسباب. اللهم انصر اخواننا ايها الاخوة الكرام، لا بد من هذه الانتفاضة اللي هي حديثة، اللهم انصر اخواننا الفلسطينيون، ما شاء الله ندعو لهم الله سبحانه وتعالى، او في ازمة مظلومين، اللهم انصرهم. اللهم انصر اخواننا الفلسطينيون الذين يعيشون الان تحت القهر والظلم من طرف الصهاينه الاسرار. اللهم ارنا في الصهاينه عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك. الصهاينه ما يعجزك الله تعالى، احنا عجزنا امامه ولكن الله تعالى لا يعجزنا، لا يعجزونك يا قهار ويا جبار. زبير الاقصى فإنه في خطر، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من لا يحق علينا. اللهم هنيئا لنا ولكم بهذا اليوم السعيد. أيها الأحباب الكرام، اللي كان عنده شي مشكل هو صاحبه ولا شي حدثت، هذا هو يوم التسامح، هذا هو يوم جبر الخواطر، هذا يوم إن شاء الله صلة الأرحام، هذا يوم اللي عنده شي واحد المستشفى يزوره ولا يتكلم معه. دابا كلشي الوسائل تاع التواصل الحمد لله متوفرة عند كل واحد مزدان. إذا نتصالح فيما بيننا والأسر التصالح، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا هذا اليوم المبارك. صالحوا أيها الأحباب الكرام بأولادكم وبأسركم، وما شاء الله كلوا واشربوا حلالا طيبا. الله تعالى سبحانه من يحلل ويحرم، الله تعالى هو اللي يحلل هو اللي يحرم. البارح اللي قال لك
كل حاجه واحده تزيد وانت ما تقولش. واليوم ها هو حل العهد بالله تعالى. فاللهم يا ارحم الراحمين اغفر لنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تصافحوا وتسالموا ايها احبابك وان اهل الشك تصاحبوا باش يبرزوا غير يتسلم ما شاء الله. تذكر صاحبك هذه اننا ولكن هذه المناسبه باش ما تتحرك حتى شي واحد وتهناه ما شاء الله لان القلوب هي اللي تدعو ماشي اللي تدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وفعل اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله وحده لا شريك له. لصحبه غادي نختمو باش يعاودوا يدخلوا الاخوان الاخرين تعاودوا الفضل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعلى اهل الجميع ان شاء الله.